قبل اسعار جدي من الخمسينات كانوني ببيع سمك، كان يبيعنيه بعدين فتح قلي واخذوه منه اخوالي، واحنا استلمناه من اخواننا، تعلمنا الشغل من اخواننا وظلينا عليه. من وعينا على الدنيا يعني اخوالي سميكين. والله سعدنا هذا محل خالي بالتسعين فتحناه. ايه وهم تقريبا هالايام بالتسعين اخر شيء. والله هسه اكثر شيء سمتي هذا الحي ما الداقوق والجري شبوط يجينا، اما بز وقت الاكثر يجي والسلمون هسه موجود، ولا هاي الانواع لا تجي اكثر شيء، قطام مرات تجي. والله عده محافظات عندنا جري خصنص ما جنوب عماره ناصريه بصره، هذا احكي لك بالنسبه للجري. اما بالنسبه للسمتي يعني أزي شيء ما داقوق، داقوق صلاح الدين سامرة طارمية، هذا اللي يجينا السمتي. أما هذا الناعم ما شط مالتنا هنا مال موصل، إيه عندك الزولي الشخاط السمتي الناعم الشبوط قطان البني، كله هذا ما شط مالتنا. بس بالنسبة للجري كله جنوب، وبالنسبة للسمتي قلت لك صلاح الدين داقوق. إيه والله الأكلة أكثريتهم يدورون شبوط، شبوط حمراوي وغالي هذا شوية، يعني كيلو ماله مرات يوصل لي 15-16. إيه بس هسه المرغوب أكثر شيء سمتي الحي هذا العدل مال الداقوق، هو والكارب هذا أكثر شيء هسه المرغوب، هو والجري. زي شيء هسه المرغوب عندنا السمتي للشوي، بالنسبة للقلي جري. إقبال أكثر شيء صار علينا إقبال على 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 السمتي وعلى الجري فصل الشتاء. العالم تصير اقبال عليه هذا السمك خاصه في فصل الشتاء. عندنا هنا هسه اكثر الناس تاكل على السمك على التمن، هسه اغلب الناس تعلمت من الجنوب تجيون، يعاد من الجنوب يجونا كان ياكلون التمن على السمك، تشريب عندنا، قليه عندنا، يعني كل شيء ايش تريد موجود عندنا هوني. بس والله زينة، يعني مرات جري ثلاثة، مرة بأربعة، سمتي مرة بخمسة، مرة بستة، شبوطة من النفر ماله بثمانية بعشرة يوصل، إيه، سلمونا من بستة النفر ماله. والله الأسعار عندك السمتي هسه نزل، كان كيلو بتسعة، هسه بستة السمتي، أما الداقوق شي درجة أولى. بس بالنسبة للجري والله شوية صعد، لأن يعني تعرف أنت الهوار شوية نشفت. إيه، أخذها جاهزة غسل، تنظيف، كامل تقطيع. يعني ياخذها حتى بالبيت ما يتعب قبل على الطاوله. والله يجونا من جميع المحافظات، من بغداد، من اربيل، من دهوك، من سليماني، محافظات كلها تجي عندنا، الناصرية كلهم يجون. محمود دقلا وسع اكو ناس مع التراب الشوي، قبل ما كان اكو شوي، قليل عندنا اهل بغداد اكثر شيء. هسه اخبر احنا مشهورين بالقلي، احنا قلايين يعني اقدم قلايين، بس اكثريته الدليفري على الشوي، ما يطلبون القلي، القلي اكثر شيء بالنهار عندنا.
هو القليل نكل بالنهار ما بالليل. الشوي انا اقول لك مرغوب بالليل. تعال حمودي افتح معاويين هسه بدا موسمنا احنا بالشتي، ايش قد يبغى الجو؟ الزباين تكثر، عندنا شغل بالصيف بس ما مثل الشتي، احنا اكثر نريد على المعامل، هذا اقول لك يعني احنا قدامى بغت معامل تجي، ايه على الشهرة وعلى الشيء الزين وعلى الاكلة الطيبة. خاصة يعني بالنهار الظهرية على الغدوية من بعد صلاة الظهر ليلة ثلاثة أكثر شيء الازدحام، مرات يخبروني الساعة 5 الصبح تريقوا سمك. إيه أكو ناس تريق سمك وطيب الريوق. إيه لا لا هو الساعة كثر هذا يدوغون هذا الحلولو البيض مال سمك، الساعة من العالم عاد ترغبوا. إيه لا قبل ما كانوا يعرفون شنو، الساعة قاموا يرغبوه. والساعة قاموا يرغبون التمن ويا السمك، التمن الاحمر، كان قبل بس اهل بغداد. بغداد الساعة العالم عاد ترغبوا. الساعة مرة بسبعة، مرة بثمانية، مرة سمك مرة صاعد مرة نازل، الساعة بثمانية هو والتمن. مرات بسبعة نبيع. لا ما بيه.